وزينة صارت حاضرة معنا بالاستوديو لحتى نشوف آخر مستجدات بالمنطقة بلبنان، مش بس ببيروت أكيد، نشوف شو التطورات الثقافية الاجتماعية الفنية وغيرها بأجندة. هلو صباح الخير. بونجور، كيفك؟ منيحة، كيفك رولا؟ تمام، كيف شعراتك؟ ميرسي، ثانك يو. ايه هيك شوي حبيت غير تغيير، فالتغيير دائما هيك بيعطي روح حلوة، يمكن انرجي جديدة. انرجي جديدة شو عنا اليوم؟ تحية كثير كبيرة بوجهها لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم بيتابعونا بكافة أنحاء العالم. طبعا مثل العادة رولا والمشاهدين صاروا يعرفوا أجندة، هو بيعرفكم أكثر على آخر الأخبار الثقافية الفنية والاجتماعية اللي عم بتصير بلبنان والعالم. بما أنه اليوم فقراتنا عديدة ومتنوعة، رح نبدأ مباشرة وننتقل للسيتي مول ونتابع حفل افتتاح مو. إذن بسرعة رحنا على السيتي مول وشفنا هيك أجواء سريعة، ولكن هيدا المحل صار موجود بالسيتي مول أكيد لكل اللي بحبوا يروحوا يعرفوا أكثر عنه فيهم يزوروا السيتي مول. رح نتابع ولكن هالمرة مع افتتاح أورينت، هالكلوب يلي بالأحرى هو روف توب فتح مؤخرا ليستوعب عدد كبير من الناس يلي بحبوا السهر والحياة الحلوة والموسيقى الصاخبة. ننتقل ونشوف كيف كانت الأجواء. هو ذا هايست روف توب كلوب بلبنان. نحن جينا من امريكا سو حبينا نعمل انفستمنت بلبنان. بتعرفي كمغترب بيرجع على لبنان بحب يعمل سمثينج شوي غير عن الماركت. اخذت معنا تقريبا سنه شغل للقينا ذا رايت لوكيشن وقدرنا نعمل انه نكون هيدا ذا بيجست اند هايست روف توب كلوب بلبنان. شيء جديد، كل شيء عملناه من سكراتش، اوت اوف سكراتش، الفرنتشر، اللايتنج، كل شيء. إذا بدك الاكسبيرينس تبعه اللي عم نقدمها إنه الزبون الكاستمر بلبنان معود كتير يروح يضله sold out sorry we can't have you. هون everyone is welcome. عطينه اكسبيرينس إنه الطاولات كتير مريحين، ما راح يكون over capacity المحل بولا وقت، يعني مش ضروري يكون في 500 شخص على الطاولة قاعدين. الميوزك نحن we're producing our own music so في 30% تقريبا من الميوزك ما بتسمعيها بغير محل. سو نحن عنا برودكشن ان هاوس لنا، بنعمل برودكشن للميوزك، عنا دي جيز كثير معروفين، سعيد مراد، جاك سليمان وتوني الحلو، هن الريزيدنتس عنا، سو اخذ تحضير المحل سنه. الاورينتال هي ممكن يكون ميديترينيان، ممكن يكون فار ايست، ممكن يكون سبانيش، ممكن يكون كل هيدا. فجربنا نفوت نحن الاورينتال بيتس. هلا الترند بلبنان كلها على العربي متجهه، وكل الكلابات بلبنان غيروا، صاروا يعني قبل ما كنت تسمع كثير بالكلابات عربي، هلا كله صار متجه على العربي. فهون عربي كمان نسمع؟ هون بتسمعي عربي بس بطريقه جديده، ما بتسمعي الغنيه مثل ما هي، بتسمعي البيتس العربي، تسمع الانسترومنتس العربي، دربكي من فوتينا بهاوس ميوزك، سو بتقدر تستمتع بالموسيقى الشرقيه بس بلا ما تكون ديجا فيو اذا بدك الاغاني اللي هي عم تسمعيها بكل محل. مثل ما تابعنا اجواء رائعه شفناها وكنا موجودين من خلال افتتاح اورينت، رح نبقى هلا مع اجواء مختلفه ومع الموسيقى، بالعكس مع الديكور، غير الموسيقى مع الديكور والاشياء الحلوه يلي فيها طبعا ومن خلالها فينا نزين البيت. رح ننتقل لافتتاح ار دو فيف بمنطقه فيردان ونشوف كيف كانت اجواءه.
اليوم الاوبننج لار دو فيفر بفيردان. هيدا محل انا صار لي بحلم افتحه شيء 20 سنه من وقت ما بلشت شغل، وهلا بلش فتحت الجاليري وان شاء الله يلاقي الاقبال اللي مطلوب. العالم كتير عم بتحب، جايبي special items from everywhere يعني diverse و selected، لأنه أنا بتعرفي قد ما صرت بعمل بيوت وهيك صرت بحب أعمل شيء مثل شيء خاص لإلي، يشوفوا الناس شو ستايل اللي بيشتغلوا وإن شاء الله يعجبهم. الأشياء اللي موجودة بالمحل are very special and هيك different items, very stylish, eclectic style. وأنا بحب خلط بين المودرن والكلاسيكال والكونتمبرري بطريقة يعني كيف تمزج الأشياء ببعضها لتطلع شيء كتير مميز. هلا نحن بالشغل بقول لك انا مهندس معماري وهي مهندسه ديكور، فشغلنا بيكمل بعضه مبدئيا. هذا المحل خطوه جديده بالنسبه لنا، اللي هو السيلز تبع الاكسسوارز هوم اكسسوارز، المفروض يكون شغله جديده بالنسبه لنا وبالنسبه للعالم، يعني الكواليتي الموجوده هون والبضاعه الموجوده منا فيري كومن بالسوق، فبتوقع ان شاء الله يكون في يعني اعجاب بالشغل والحمد لله لهلا الفيدباك كثير منيح. في من ايطاليا، في من فرنسا، في من الفار ايست، وين بنلاقي شيء حلو عم نجيبه، ليكون عندنا فرايتي ويكون كل شيء عندنا يونيك، ما يكون عندنا شيء موجود بالسوق يعني. بعد ما كنا مع ار دو فيفر كثير حلو، والقصه يعني الاشياء الموجوده كمان كثير هيك اوريجينال، ايه. رح نتابع وننتقل لاجواء باب فتح جديد كمان سوفت اوبننج بالحمرة هالمره واسمه فورتيليكس، ننتقل ونشوف كيف كانت اجواءه. لذيذ عن جد، دايما باجندا اجندا دايما هيك كل شيء جديد وما معقول يمكن يخطر لك او هيك اب تو ديت بكل الاخبار، فصرنا بنعرف شو في قصص كمان بالعمل. الحمد لله هيدا شغله كثير منيحه، وهيك رح نتابع ان شاء الله مع كل المشاهدين تنعرفهم اكثر على القصص الجديده. اخر فقره معنا اليوم تنتعرف اكثر على ليبانيز فود بانك، بنتابع سوا هالتقرير بلوغري. Thank you.
بالنسبه لبنك الغذاء ما هو اختراع لبنان ابدا، هن سبقونا كثير دول. نحن تابعين للجلوبال فود بانك في يو اس اي، الريجنال اللي نحن بندفع له هو بدبي، المركز لكل افريقيا وكل اسيا. هلا نحن بلشنا 2011، الفكره تبعتنا انه نحن في اكل فائد وعم يزتوا العالم، فنحن نفهمهم انه ما تكبوا الاكل يلي ما انسكب، يلي انسكب ما لنا علاقه فيه. إذن رولا وكل المشاهدين، هدول كانوا فقراتنا لليوم، على أمل تلاقونا الأسبوع الجاي مع فقرات جديدة ونشاطات متنوعة. Thank you. خلص خلصت الخبرية لليوم. Thank you زنزون. ميرسي لإلك. يعطيك العافية، بنرجع بنشوف أكيد. هلا أكيد اليوم عندك تصوير وبكره تصوير. عنا أكيد تصوير لأجندا لأنه حلقة بالليل بنصورها كل ثلاثة. كل ثلاثة إذا الله راد، أوكي. لكن أي متى هو المفروض إذا بدهم يقولوا لك عن شيء بعد قد إيه المفروض بيطلع هوا؟ يعني تقريبا اسبوع، بتعرفي لانه نحن خلال كل الاسبوع بنقوم بتصوير كل النشاطات يلي عم بتصير تا تطلع بالاسبوع اللي بعده، تا بتعرفي في اديتنج في كل هيدي الامور، فكرمل هيك دائما بتاخذ تقريبا اسبوع ليطلع ريبورتاج على الهواء. صحيح. ثانك يو زنزون. توقف على بريك من بعدها عالم صباح.